التحدي بقى بتاع الأسئلة والبلايين فيها مية. خلاص يا شيخ. هقول لك تقول لي 10 أسامي بحرف الدال مثلا. ماشي ماشي. 10 كتير قوي، مش هلحق 10. 5 ماشي. 10 ثواني. ماشي. داليا دينا. داليا دينا. 3 دلال. 4 دي دنيا. داليا خلاص. هغبالك هسيح وشك. من اول شيء حسان. 5 اسماء يا ستي بحرف الحاء. حسناء، حسام، حبيبه، حنين. انت قلت كده كام؟ 4. لا يا حسان والله. 4 استنى، استنى. والله 4. خلاص حمدي. عايز تحفظ شباب. محظوظه والمصحف، ربنا محظوظه. هات لي اسم حيوان بحرف الدال. دال. دب. دب. مش مركز. انا عارف في دماغك دي. مركز. عادي يلا. اللي عامله في حسن هيطلع عليا. هاتي يلا. سهل يا حسين، اسئله سهله. هاتي لي يا ست 3 انواع سيارات. 3 شركات سيارات. ها ما اعرفهمش. ايوه تقفي كده بس والله كده. والله ما اعرف. ماشي. ها ما اعرفش انا بالسيارات والحاجات دي حسيت. خلاص مفيش مشكله. هاتي لي حيوان. هاتي لي 3 حيوانات بحرف الزاي. انا قلت لك حيوان واحد. هاتي حيوان بحرف العين. اي عين. حرف العين دي. حرف العين. مش ايوه في حيوان بحرف العين. مين؟ عصفوره؟ ده عصفوره ده قدام دماغك بقى. عصفوره. استنى خلاصي. استنى استنى استنى. ايه ده ايه؟ طب ايه حرف العين ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه بحرف العين. في ايه؟ في استنى في خلاص اسالك سؤال كده عشان ممكن انسيب برضه. هاتي لي حيوان بحرف الح. الس. 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 ها 1 2 3 4 ماشي والله. مش هات لي حيوان بحرف ال الياء. ايه؟ هو في حاجة بحرف الياء؟ ماليش دعوة. أنا أنت حياتنا أنسى بقولش إيه. لا هاتي حاجة تانية مظبوطة، مفيش حاجة مفيش حاجة بحرف الياء. يلا ليه. فكر. ايه ايه؟ يا ثعلب. مفيش؟ ايه ايه؟ خلاص؟ ايه؟ ايه بقى حرف الياء بقى؟ ايه بقى حرف الياء؟ معرفش. ربنا ما ينفخك. السؤال هو ايه؟ ايه الأسرع؟ الطيارة ولا الشجرة؟ بس كده بس. مش فاهمه يعني. عشان انت كده عملتي فيها مقلب من شويه، يعني انت افتريتي عليا. انت ما جاوبتيش على سؤالي. ماشي ماشي. دوس هنا. الفيديو خلص.